ومن مدينة سلا نحييكم ونحيي جمهور فيس بريس، وننقل لكم شاب صغير لازال في مقتبل العمر له مجزرة بحي المازة من سلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي سعد كيف اخبارك؟ كي داير معلم؟ كي داير مع الصحابي؟ بخير الله يلا بخير. هاني اخيرات اخي عندكم تبارك الله. ياك عمي كلشي مزيان؟ هاني صحيح لاباس؟ كلشي بخير. كي داير؟ كلشي مزيان. احنا عمي خيرات تبارك الله. اخي انت من بين الجزاره اللي في سلا كتبيع لنا اللحم ب 70 درهم. مرحبا عمي. وهذا كيفاش اخي هذا الشيء هذا؟ كيفاش الخيره ديال تبارك الله؟ تبارك الله. اللهم بارك. اللهم بارك. اللهم بارك. السهول تيخرجوا العقول. ياك سيدي. ياك سيدي سعد الغزال. 100 هو حتى هو 70 درهم. تبارك الله. الحولي. تبارك الله. تبارك الله. الحولي. اللهم يسر. اللهم هادشي زين عندك اخي سعد. الماكينه المليح. هادشي زين. هادشي زين تبارك الله. زين. انت الماكينه المليح. وشنو السر سي سعد؟ ما يقدروش يذبحوا هاد السلعه هاد الناس هاد. ياك تيبيعوا اللحم ب 90 درهم راه غالي. اللحم راه طايح اليوم 1300 1200 درهم باش يطيح اللحم. باش يطيح اللحم. وعلاش اخاي تيبيعوا اللحم ب 90 درهم؟ ايوا راه كرا عندهم غالي. ياك ما عندهمش فلوس باش يشريوا الحوانت ويقاوموا هذاك الشيء. اللهم بارك. وقيل حتى في الازمه ديال كورونا انتم كتساهموا مع المواطن. الازمه ديال كورونا بعلنا اللحم ب 1000 ريال. ودابا تدابا تتساهموا مع الناس. دابا هما دايرين لهم 70 درهم وكتسلكوا في الثمن ديال الحمد لله راه واكلين شاربين فيه. ياك واكلين شاربين فيه. وكاين الملح تبارك الله. كاين عندكم الكبيده. جبت الشكبود اليوم بقات هي الطريف هو اللي بقى. تبارك الله. اللهم بارك. اللهم بارك. الصوصيط زاد اليوم 20 كيلو. هادشي اللي بقى. هادشي كويته. نطحل من البنادم من ما بغاه. نطحل البنادم من هنا. ياك من هنا ما كاين لا العجل. قال لك العجل بيض الرجل. يا كاين المليحه هما الناس. سول الناس هما شي تقدم عندي انت جيتي على غفله. سكنت انا هنايا. كيفاش؟ هما الناس. مرحبا مرحبا سيدي. السلام عليكم. مرحبا في هذا اكسبريس ان شاء الله فيس بريس. هذا الجزار اخاي جربته. سكنت انا هنا في المازا. جربت اللحم ديالو. اللحم مزيان وثمن مناسب ماشي بحال الاثمنه ديال الجزار الاخرين. بالنسبه للحم راه كيطيب مزيان واللحم ديال العجل عنده وسلعه عنده نقيه. واش الفرق؟ واش كاين شي فرق ما بينه وبين ما ينزل 90 درهم؟ الفرق ما بان ليش الفرق بيناتهم. ربما يكون هذا اللحم هذا السيد هذا عنده احسن من اللحم الاخرين اللي كيبيعوه ب 90 درهم. ياك هذا الشيء اللي كاين. تتقدم عنده سنين هذه؟ كنتقدى عنده. دابا انا كنت كنسكن في حي الرحمه كنجي عنده حتى لهنا نتقدى وسكنت في المازه وكنجي عنده دابا. دابا راه ولا جاري. هذا الشيء اللي كاين. والناس راه عرضت على الناس هنايا وكلاو اللحم وعجبهم اللحم وراه عرفتهم على المحل ديال هذا السيد هذا والله يعمرها دار والسلعه عنده نقيه. هذا الشيء اللي كاين اسيدي. سعد شنو تتقول لنا انت واش تشجع المواطنين تتشجع الناس؟ مرحبا راه كلشي بنادم راه ياكل بنادم اللحم. اللحم راه ب 70 درهم. انت تتقدى انت؟ نعم اخويا تنتقدم عنده اللحم الله يعمرها دار السيد اللي جاي صايب معنا وكلشي. واش عاد ولا شحال هذه؟ لا مش شحال هذه وحنا كنتقدم عنده سيدي. عنده اللحم. الله يعمرها دار اخويا. كاين شي ناس يقول اللحم خايب. لا لا بالعكس اللحم اللحم مزيان. اللحم مليح اخويا. اللحم مزيان. اللحم زوين اخويا. كفته مليحه. اللحم مزيان. صوفتات مزيان. مزيان. كلشي مزيان عنده. ياك سيدي. زوين اخويا. داكشي مزيان. سي سعد. سيدي انت من الشباب ديال سلا. مرحبا. الشباب الشجاع يا ربي. ومن مدينة سلا انجبت الرجال ايضا. ويلي. والمثال ديالو هو سي سعد. شاب صغير. الشاب اللي باغي اللي 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 الشاب اللي زعما طموح. مرحبا. نتمنوا التوفيق ان شاء الله. صورها شي حاجه قليله الله يجعل البركه. داكشي اللي كاين. داكشي اللي كاين. داكشي اللي كاين. الحمد لله. شوف كتقول الشباب ديال مدينه سلا. واه خصهم شويه ينقصوا شويه الثمن وراه الحمراء هو هذاك واخا غالي شويه في السوق لازم خصهم ينقصوا شويه في الثمن خصو في السوق يكون حربي ماشي يكون مع المواطن عكسي ولا شي حاجه. اذا ناخذوا واحد ديال واحد. مرحبا. هاك سيدي. سيدي كريم بحق هاد الكزار هذا. لا 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 الحمد لله. لا الحمد لله اللحم كنعرفوه سنين هذه. اللحم مزيان مزيان تبارك الله. تقدى عنده؟ انا كنتقدى عنده. ياك سيدي. تقدى عنده كنجيب الوليدات الحمد لله. شهادة عنده. معقول معقول ما كاينش. دابا يعني اذا عيطت حتى هو تبارك الله راه خدام. اسيدي اللهم بارك. الصحراوي خاصنا نقول الناس يجيو تقول لهم مرحبا كل فرح تتشجع المواطنين. مرحبا نوكلهم المليح. راه كلمه اخيره اللي كتقول للناس شنو هي كتقول لهم؟ ونقول لهم مرحبا واللي بغى شي حاجه مرحبا. المليح ما كاين العجل. عندك فلوس ما عندكش خذ لحم وفلوس غير بصحتك. عار بيناتنا الله. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.